يستمر مسلسل حرائق حقول الحنطة والبساتين والمزارع وتجريفها في عموم المحافظات منذ نحو شهر، حيث الدفاع المدني قال في بيان له إن الحصيلة وصلت إلى احتراق 35,620 دونما من الأراضي منذ 8 أيار الماضي وحتى الآن. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من جانبها قالت إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لوقف الحرائق، مؤكدة أن استمرار الحرائق يهدد الأمن الغذائي للعراق ومصادر عيش المزارعين. الأراضي الزراعية في قرية الديمي بالقرب من قرية خرمر التابعة لناحية العياضية شمال شرقي قضاء تلعفر في محافظة نينوى تعرضت لحرائق مفتعلة، ما أدى إلى احتراق سيارة الإطفاء وإصابة 2 من الدفاع المدني بحروق متفاوتة بسبب حجم الحريق. فنشاهد. مكبودي مكبودي يا نجمة عوم النار مكبودي يا ولد عوم النار مكبودي ترى القوة وما عليها تمر تصير قهوة مكبودي يا تعوم اللعر مكبودي